ازيكم يا بنات، معاكم وعد، وحشتوني كتير. النهارده الفيديو كمان مره لتفتيح اي منطقه غامقه في الجسم. خلي بالكوا في حاجات كتير بتفتح، فاحنا بنقدم كذا وصفه عشان الوصفه امبارح لو ما نفعتش مع حد دي تنفع برضو معاهم ان شاء الله. وصفه سهله وبسيطه بمكونات 2 بس، النتائج مبهره جدا جدا. قبل ما ابدا الوصفه تحت الفيديو لو مش مشتركه ندوس اشتراك ونفعل جرس الاشعارات وندوس لايك عشان الكل يستفاد. معاكي النهارده يا وعد معايا حاجتين خفاف جدا، معايا ليمونه، نص ليمونه، واللبن البودره، الحليب المجفف، ماشي. هنعمل ايه؟ البشره طبعا زي ما احنا اتفقنا نكون مقشرينها، نعمل التقشير ونستعمل الوصفه سهله جدا، مش هتحتاج منك مجهود. حاولي تطلعي كده ميه الليمون كده في كده وتمسكي تغمزيها اهي على بقى البشره، بس بعيدي تحت العين خالص، بعيدي من عند العين، على البشره، على الاكواع، على الركب، على المؤخره، العانه، كل حاجه. وهنبدا بحركات دائريه كده، يعني هي معلقه واحده بس من لبن النيدو. وهنبدا كل ما احنا بندعك نعصر على ايدينا بالليمون قوي عشان تنزل برضو الميه اللي فيها على العقل كده. سهله ومش مكلفه خالص يا بنات. الكيس اللبن دوت هيكفيكي حبه حلوين، يعني اهو شايفين كده، في تحس ان في فرق برضو. تفضلي تدعكي لمده 5 دقائق كده، وبعد كده تغسلي ايدك او تغسلي بشرتك. لو هتغسلي البشره يبقى ما تنسيش مكعب التلج بعد غسل البشره من الوصفه عشان نغلق المسام. وبعد كده اعمليها مرتين او 3 مرات في الاسبوع وان شاء الله هتستفادي بالنتائج جدا.